على وقع أصداء النشيد الوطني أقيمت احتفالات واسعة في عدد من العواصم إحياء للذكرى السادسة لثورة فبراير السلمية. النظام السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات. الاحتفاليات التي نظمها مجلس شباب الثورة في عدد من الدول تزامنت مع احتفالات واسعة شهدتها عدد من المحافظات اليمنية ابتهاجا بهذه المناسبة. ففي الخرطوم أحيت السفارة اليمنية فعالية احتفالية رافقها العديد من الوصلات الفنية، وألقى بعض الحاضرين كلمات ذكروا فيها بقيم ثورة فبراير الداعية إلى الحرية والعدالة والمساواة. القنصلية اليمنية بمدينة جدة السعودية شهدت هي الأخرى حفلا خطابيا وفنيا نظمه مجلس شباب الثورة، وحضره الكثير من أبناء الجالية المغتربين هناك، جاء بعضهم من مناطق أخرى داخل المملكة، حيث تخلل الحفل العديد من القصائد الشعرية التي تغنت بثورة فبراير وبالأهداف النبيلة التي تحملها. صباح العهد للشهداء أن نمضي إلى الآخر وعن أهدافهم لا لن نحيد بقدرة القادر، ولو وقفت لنا الدنيا بقوة حشدها الماكر، وأصبح باطن الأكوان من زلزالها ظافر، من زلزالها ظاهر. ألا يا ثورة الأمجاد، ألا يا ثورة الأمجاد، يا عبق المنى الطاهر، ملأت قلوبنا ثقة وعزما ما له كاسر، بأن الشعب منتصر وأن عدوه خاسر، وأن عن قريب سوف نصنع فجره الزاهر. الاحتفالات بذكرى الثورة وصل صداها أيضا إلى ماليزيا، حيث نظم المجلس بالتعاون مع مبادرة وعي احتفالا خاصا في العاصمة كوالالمبور. في الحفل الذي حضره جمع غفير من الطلاب والمغتربين، قال السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد إن ثورة 11 من فبراير هي امتداد لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين، وأنها ساهمت في كشف حقيقة المخلوع وأركان نظامه السابق.